دكتور محمد، هنتقل مع حضرتك لنقطة مهمة جدا حضرتك ذكرتها، وهي فكرة توطين الصناعة. وخليني يعني أذكر مثال مهم جدا. لو هنتكلم على فيروس سي، كان من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا فيه، يعني بجانب فكرة الأعداد المرتفعة عندنا، إلا إنه كان كمان تكلفة العلاج كانت غالية جدا، وتكلفة الدواء كانت غالية جدا. لكن بجانب مبادرة طبعا 100 مليون صحة والكشف عن فيروس سي وعلاجها، قدرنا ان احنا نصنع الدواء هنا في مصر بجوده عاليه جدا، واستغنينا تماما عن ان احنا نستورد الادويه دي من الخارج. فخليني استشهد بالقصه دي يا فندم، واحنا بنتكلم على تصنيع الادويه، واحنا بنتكلم كمان عن مشتقات البلازما، فكره الخبرات والتاهيل ان احنا نقدر نصنع هذه الادويه الدقيقه جدا والحساسه جدا بجوده عاليه جدا ودقيقه جدا، لا تقبل حتى ان يكون في نسبه خطا. بالظبط يا فندم. هي شوفي حضرتك، الادويه وحتى المستلزمات الطبيه وبنفس الشيء على البلازما، اللي هنا يعني احتماليه الخطا او احتماليه وجود خلل يعني غير موجوده وغير مطلوبه على الاطلاق. التجارب القدره المصريه، يعني احنا عندنا حوالي 170 مصنع دواء، انما لحد دلوقتي الغالبيه العظمى من مدخلات الدواء اللي هي المواد الخام بتستورد من الخارج. النهارده لما حصل نوع من 100 مليون صحه، وايضا دعم سياسي كبير جدا، ورغبه اكيده في القضاء على هذا المرض، انت كان عندي حاجه شقين، شق ان احنا نجيب الحالات او نكتشفها، ودي طبعا 100 مليون صحه ادتنا فرصه كبيره جدا، لان في ناس كان عندهم التهاب كبدي وبائي سي ومش عارفين. صحيح. ما عندوش اعراض، فالنهارده اكتشف هذا المرض. أو واحد راح يشتغل أو داخل إحدى الكليات، فاكتشاف المرض بصورة مكثفة لعدة ملايين، ثم الاتفاق مع الشركة المنتجة العالمية، وكان لسه عندها النو هاو اللي هو أمريكية الفكرية، إنما بقدرة مصر وإمكانياتها ودعم السياسي قدرنا نجيب الدواء ويصنع في المصانع المصرية. وطبعا ما زال موجود الدواء، وما زلنا نساعد أيضا دول أخرى. صحيح. في التغلب على هذا المرض، وقدرنا نعالج ملايين المرضى اللي عندهم التهاب كبدي سي. والنقطة الأهم بقى أستاذ جوانا، ودي نقطة مهمة جدا، إن في متابعة. يعني حضرتك العيان بياخد علاج، ولكن بيتابع لأي احتمالية لأي انتكاسة. طبعا. في اكتشاف لأي حالات جديدة، يعني كل اللي بيروح يشتغل أو يدخل الجامعة أو يدخل أي مؤسسات بيتعمل كشف للتأكد من خلوه من هذه الفيروسات. فهي أنا بشكرك جدا على هذه النقطة، لكن الإرادة الصلبة والحقيقية والقدرات المصرية العظيمة اللي تقدر تنبغ وتنتج في ظروف كثيرة، قدرت تصنع الدواء في مصر وتوفره بأسعار. أولا هم العيانين كلهم عالجوا بالمجان. صحيح. يعني كل الحالات بتاعت الالتهاب الكبدي سي عالجت بالمجان، وحققنا نجاحات كثيرة جدا، لأن مثلا دواء البلهرشيا اللي هي كان من ضمن أسباب حدوث الالتهاب الكبدي سي صنع في مصر بإحدى الشركات المصرية وبأسعار زهيدة جدا، لدرجة أن لما كانت مصر محتاجة هذا الدواء، هذه الشركة وهي إحدى الشركات الوطنية قالت هتنتجه مجانا لمرضى بالهرشة في مصر.